يعني أولا نحن نود أن نرحب بهذه الزيارة التاريخية التي يقوم بها قداسة بابا روما فرانسيس وقداسة بطريرك القسطنطينية بارثولوماوس البطريرك المسكوني. نحن نعتقد أن هذا لقاء تاريخي بين رئيسي وقطبي الكنيستين الرسوليتين الشقيقتين الكاثوليكية والأرثوذكسية، وهذا اللقاء ما نتمناه هو أن يؤدي إلى مزيد من التعاون، إلى مزيد من التلاقي، إلى مزيد من الأخوة والمحبة والسلام بين هاتين الكنيستين الشقيقتين. نحن سعداء جدا بهذا اللقاء التاريخي الذي يأتي بعد 50 عاما على اللقاء الأول الذي عقد أيضا في القدس بين البابا بولس السادس والبطريرك أثيناغورس. المسيحيين في فلسطين وليس فقط الكاثوليك والأرثوذكس وكل المسيحيين ينتظرون هذه الزيارة ويصلون من أجل هذه الزيارة لكي تنجح، لأن قداسة البابا وقداسة البطريرك يأتون إلى القدس كرسل سلام ومحبة وإخاء، وكم نحن بحاجة في هذه المنطقة المضطربة إلى مثل هذه الرسائل المسيحية التي تأتينا من روما ومن القسطنطينية. وروما والقسطنطينية كما كل الكنائس المسيحية في الواقع نحن الكنيسة التي نتحدث عنها في دستور الإيمان، الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية. نحن ما نتمنى أن يكون هذا اللقاء رافعة لمزيد من التعاون بين كل الكنائس. نحن قلة في عددنا بسبب ما ألم بنا من نكبات ونكسات، ولذلك وجب علينا، وجب على هذه القلة الموجودة أن تتعاون فيما بينها لكي تكون بالفعل الخميرة والملح الذي يتحدث عنه الإنجيل المقدس. نحن نعتقد أن زيارة البابا والبطريرك ستكون بركة كبيرة لهذه الديار، تضاف إلى كل البركات الموجودة. وبالطبع مدينة القدس هي مدينة مقدسة بوجود القبر المقدس وبوجود كل هذه الأماكن المقدسة، وستزداد هذه المدينة جمالا وألقا بوجود قداسة البابا وقداسة البطريرك. نحن نتمنى أن تكون رسالة هذا الاجتماع رسالة تضامن مع كل مسيحيي الشرق وخاصة مع مسيحيي فلسطين الذين هم امتداد للكنيسة المسيحية الأولى التي أسسها السيد المسيح. نتمنى أن يكون أيضا في المستقبل خطوات عملية لتثبيت بقاء وصمود المسيحيين في هذه البلاد وفي كل المنطقة، وما نتمناه أيضا أن تكرس هذه الزيارة وهذا اللقاء الخطاب المسيحي الذي دائما كنا نتمسك به وما زلنا وسنبقى، وهو الخطاب المتسامح، الخطاب الرافض للعنف، الرافض للكراهية، الرافض لكل هذه المظاهر اللا إنسانية التي نشاهدها.